بدأ يتعمق في علم الآلات الموسيقية، يعني تحديداً آلات الأوركسترا، آلات النفخ الخشب، آلات النحاس، وآلات الوتر، وآلات البركشن. من ثم حس بالحاجة إلى معرفة أسرار العزف الأوركسترالي، كيف هذه الموسيقى ممكن تنبع بهذه الطريقة وتتكامل بين كل الآلات. لفت نظره بالموضوع، وهذه ساعده بأنه لما بدي ألف يعرف كيف تكتب لهذه الآلة، مساحة صوتية، الخامة الصوتية لكل آلة، الآلات لما تعزف مع بعض، المسافات بين الآلات مع بعض، مما يشكل هارموني متجانس في إخراج العمل الموسيقي. يعني تحدي كبير بالنسبة له، يريد يعرف كيف يحصل ذلك.